من بداية حياته خالص وقت الحمل بيه لحد الصليب وبعد الصليب وبرضه ساعة صعوده كان فيه برضه سلع رأي موجودة ومش رجالة بس الموجودين وقتها. معروف عن الست إنها عندها عاطفة أكبر من الرجل، يعني لو لاحظت هتلاقي عدد الستات في الكنائس أكتر من الرجالة في الاجتماعات في المقدسات يتناولوا أكتر برضه يتأثروا أكتر بسبب العاطفة الزائدة عندهم بما فيها العاطفة الروحية. ممكن مرة تقعد بقى تكتبوا تأملات في الستات اللي كانوا حابين سيد المسيح وكانوا بيردموه وكانوا مخلصات ليه.